اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي النجم بسم الله الرحمن الرحيم رضا شحاته، يعني يكون على طول على طول خلاص. منور يا نجم. نورك حبيبي. عامل ايه؟ ميدو حبيبي. كله تمام؟ كله تمام. السؤال لازم اساله لك وسالته لكل الضيوف عن ماتش امبارح، احساسك انت بقى، يعني احساس الجمهور، سيبك من احساس رضا شحاته. طيب ما هو خلاص احنا بقينا جمهور دلوقتي. احنا بقينا على فكره احنا بقينا جمهور متعصب كمان، يعني جمهور. تصدق انا اكتشفت كده والله. يعني احنا اتحولنا، يعني وانا لعيب ما كنتش كده خالص. والله يعني انا كان ناقص ان انا اعمل تاكلنج على وشي امبارح بعد ما الجون جه في الطرقه فوق. المشكله في الحاجه الغريبه ان احنا كهلاويه كلنا، وانا بالاخص انا بتكلم عن نفسي، انا مستني الدقيقه 90 تيجي. يعني عارف ليه 89؟ لا لسه دقيقه. كلنا بقينا مستنيين الساعه، يعني ايه ال 90؟ يعني رقم 90 ده بقى بالنسبه لنا على فكره احنا هنجيب جون. لازم ناخد في حاجه، يعني لازم نعمل فيه جينز ريكورد مثلا، يعملوا لنا رقم تاريخ الاهلي 90. بقول لك احنا وصلنا ان احنا خلاص هو ده الوقت بتاع النادي الاهلي. المباراه كلها فيها حاجات نقط مهمه جدا. يمكن معظم الناس بتتكلم عن عناد من السمات الشخصيه، وبيتكلموا على المواقف مع كابتن حسام البدري، وان كابتن حسام مش عايز يلعبه، او في مشاكل مع مش عارف. الناس كلها بتتكلم في ده، انما اللي اتكلم في الحاجات الفنيه قليله جدا. في حاجات فنيه مهمه جدا في المباراه دي، الناس كلها بتتكلم. دخلوا يعني انا حاسس ان التحليل كله قلب بقى على عماد وسابوا النقط الفنيه. مهم ان نتكلم على عماد طبعا، بس في نقط فنيه مهمه جدا. ازاي الناس ما راحتش للنقط دي؟ والهدف ما يخليكش تنسى ان في حاجات فنيه اشتغلوا عليها كويس قوي، وكابتن حسام اشتغل عليها كويس قوي. وواضح طبعا الكابتن حسين الاجازه الحمد لله يعني فرقت معاه برضه، يعني طبعا جاي فريش طبعا بقى وسنه جديده. انا ثلاثه مدافعين واكسو باك بالظبط كده، عارف اللي هو خلاص بقى. فدي حلوه جدا، يعني دي حاجات ايجابيه طبعا. كابتن حسين اتكلم في حته فنيه بس، في كوره في المباراه بتاعت امبارح بتاعت صالح جمعه في الدقيقه 88 لو اتكلمنا عليه الهدف الثاني. احنا هنا ما بنعديش حاجه، خلي بالك التاكلنج راح حمله السبرنت اللي كمل فيه لغايه لما الراجل طلع الكوره بره العارضه، ده نقطه التحول بالظبط. طب حد اتكلم ان صالح جمعه في الدقيقه 88 يعمل السبرنت ده؟ اتكلمنا، معناها ان الجزء البدني عامل مستوى تاني خالص. انا بعد الاستوديو بقى لينا حساب تاني معاك، انت كده ما اتفرجتش على الاستوديو بتاعنا امبارح. ممكن. لا انا بتكلم في النقط اللي خدتني انا، يعني الحاجات اللي انا مركز فيها اللي هو احنا اتكلمنا امبارح على الدقيقه دي تحديدا، وعلى السبرنت بتاع صالح جمعه، على روحه، وعلى التاكلنج اللي عمله برجله كمان الشمال. يعني كمان وصالح على لعيب تاني. صالح ده مهم يعني. لو اللقطه معانا يا جماعه احنا عرضناها كتير، حاولوا تجيبها لنا عشان برضو ناكد. اوكي اتكلمنا عليها. دي نقطة كابتن ربيع وكابتن وليد وسمير كمونة اتكلموا. قول لي تاني انا اقول لك نقطة تانية. ازارو في التحركات طول الوقت في ال 18 وبره ال 18 والسبرنتات اللي بيعملها كانت مهمة جدا، لان احنا كنا بنلعب فرقة منظمة جدا دفاعيا. الخطوط دايما كانت بتبقى حوالي 6 ياردة او 7 ياردة بين كل لعيب والتاني، كانت صعبة قوي. بالظبط. فبقى عندك أزمة ان انت هتحل ده ازاي؟ لازم تتحرك كتير كتير كتير. فازارو في التوقيت ده كان بيتحرك كتير قوي، والنادي الاهلي حاول كتير ما شاء الله فعلا. فالحته البدنيه في النادي الاهلي، بنتكلم في الحته البدنيه، خلي بالك ان انت بتفكر ازاي تخترق ده بدني برضه. بالظبط. والموضوع مش جري بس طبعا، في جزء بدني ذهني. فده حمل على النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يوصل للدقيقه 92 او 93 بالباور ده وبالقوه دي. فهنا لا، باللعيبه اللي ما عندهاش لياقه مباراه اساسا كمان. يعني واللعيبه اللي داخله جديده. يعني اللعيبه كمان اللي داخله انا ما حسيتش ان في لعيب جديد. بالزبط. يعني ما حسيتش ان محارب في وقت من الاوقات ان هو لعيب جديد على النادي الاهلي، او وليد ازارو. لا الموضوع يا جماعه الكيمياء دي مش بالساهل، او لا في شغل، يعني في شغل واضح في الحاجات الفنيه. التحركات اللي بتحصل الفرقه دي لو لعبناها، لو قعدنا نلعب اللقاء ده يومين ثلاثه برضه مش هنعرف نجيب جول الا بحاجه صح 100% كامله، اللي هو الهدف الثاني اللي هو صالح جمعه. السرو بتاعه بيقول انت هتاخد الكره عشان تروح في اقرب وقت تلعب بالعرض، عشان عماد يلعب بكعبه، عشان عمرو يعدل على رجله اللي ما بيشوطش بيها اساسا ويحطها ببطن رجله. الكيمياء بتاعه النقط كلها صح. لو صالح هنا ما عملش السرو قدام وليد في الاتجاه اللي هو يلعب وهو سهل، هو بالنسبه له سهله. لو السرو بقى على رجله الثانيه العكسيه الكره دي باظت. لو عماد اتاخر لحظه في التفكير ان هو يعمل بكعبه الكره دي باظت. كان ممكن لو بركات لو بركات بس فكر ثانيه ان هو يلعب على شماله باظت. يعني هو بص السرو ده انا شايف ان السرو ده هو الهدف. السرو هنا عمل ايه؟ هو ما استلمش، خلي بالك. هتولنا تاني يا جماعه برضه عشان رضا يتكلم عليها براحته. هتولنا تاني الجزئيه بقى. انا عايز السرو بتاع صالح اهو. يعني بص الاستلام ده حسام غالي لصالح. طيب. خلي بالك الكره دي لو جت على يمين على يمين وليد دلوقتي هي ايه اللي هيحصل؟ وليد كمان موسع لنفسه واخد حاجه بس جميله، بس الكره محطوطه فين؟ بص هو استلام سهل قوي. بالظبط.
هو الاستلام سهل قوي، هو حل الدنيا كلها بالعرض. عماد ما فكرش، عماد واخد قرار قبل وهي جايه بالظبط، يعني هو شايف اللي مع عمرو بص شمال فيني. القرارات هنا كلها القرارات هنا كلها بسرعه جدا ومهمه في التوقيت. لو بركات اتاخر ثانيه اللعيب فيه لعيب قدام الحارس المرمى هتخبط فيه تطلع بره. يعني انت فاهم السرعه في الجمله كلها فرقت. بص لا في لعيب نايم قدام المرمى طبعا ثلاثه. الفكره كلها في كده ان كل اللعيبه هنا واخده قرارات واتعملت صح قوي. بركات عملت صح وفي وقتها، يعني كان ممكن عمرو بركات يلعب لسه نازل وبرده يقول لك ايه انا العب المضمون يروح حاططها للي جنبه. كان مين جنبه يا جماعه على يمينه؟ يعني كان عنده برده ثقه وكان عنده ثبات انفعالي مش طبيعي يا راجل، ان هو يعمل كنترول على الكره في الحته دي في الدقيقه دي. لما زقيت حسام غالي في الجزء ده فرق. بص اهو كان في حد جنبه اهو هيلعب هنا بالظبط. لا حسام غالي هنا اللي على اليمين في هنا 28. الفكره كلها ان هنا القرارات كلها هنا بسرعه جدا. حسام غالي لما بدا يطلع، لما بدا الكابتن حسام يديله مهام هجوميه بدا حسام غالي بقى فين؟ بقى راكب كل اللعبه هنا. بقى عندك اثنين لعيبه كره اقوياء جدا، اثنين من تحت صالح وحسام. فالقصه كلها لا الموضوع بقى مختلف، الشكل حتى اتغير. كابتن حسام هاجم بشكل كان كله تفكيره كثافه عدديه هجوميه. خلاص بقى خلاص ما انت ما عندكش حل، انت التعادل. انا بس التنظيم ناصر حسين داي التنظيم بتاعهم كان عاجبني جدا. فرقه منظمه جدا، يعني هايلين عملوا مباراه هايله. الحته الدفاعيه هم بيدافعوا في تلت ملعب، في نص الملعب هم قافلين قوي على النادي الاهلي المساحات. حتى الجون اللي جاي برده كانوا قافلين كويس قوي، ولكن هي سرعه الاداء في الحركه هي اللي فرقت. يعني بص السرو ده انا اكتر حاجه عجباني السرو ده اللي هو مقرر هيعمل ايه. وعماد احنا بنتكلم على عماد متعب يا جماعه، عماد بقى ال 18 دي بالنسبه له عايز اقول ايه اللي بيته. هو البيت يعني بيته. عنده في البيت هو اكيد عماد مش عارف حاجاته، يعني عارف كل حاجه في ال 18 ده ايه اللي بيحصل. فده عماد متعب، وده قيمه عماد متعب اللي احنا بنتكلم عليها. ولكن انا بشيد اكتر بازارو في اللقاء ده، كان هايل، لعيب مميز ولعيب قوي جدا وانا شايف ان هو لسه كمان مع الوقت هيعلى اكتر من كده بكتير. بالظبط، يعني الكابتن حسام بدري كمان رضا يعني كان اخر الحلول زي ما انت قلت ان هو يعمل تغييره عمرو بركات. ما كانش قدامه حلول غير كده خلاص. كان لازم يبدا انا يمكن كمان انا التغييره بس اللي انا استغربتها اللي هي حمودي. انا عاجبني طريقه لعبه، بحب لعبه. يعني انا بميل للعبة حمودي شويه لان هو اكتر لعيب في النادي الاهلي اللي بيقطع وبيروح للجون مباشر. ما بيفكرش. ده يمكن ده بس اللي استغربته شويه، ولكن الفكره كلها هنا الكابتن حسام عايز يدي روح تانية، يعني عايز يدي باور اعلى شويه مع محارب عنده الحته دي اعلى اكتر من حمودي شويه. فده كان التفكير. حتى لما بدا يدخل محارب في حته الباك ليفت برده فوق، يعني اسلام عنده حته الغل دي زي ما احنا بنقول والحاجات دي، فيقدر يلعب في الحته دي برده ما فيش فيها مشكله. والحمد لله النتيجه يعني فرحتنا. احنا بنتكلم برده، احنا مش بنتكلم في ان هي بطوله وديه او بطوله، احنا بنتكلم على روح اللعيبه، على الباور اللي موجود في نادي الاهلي. كان انتصار بتاعهم مختلف يا راجل، التصميم الاصرار. كان في كل حاجه بنتكلم في نقط ثانيه، مش بنتكلم في ان البطوله أو لو مباراه وديه خالص، احنا بنتكلم على التصميم والاراده بس في في اللعيبه. لو الهدف اللي دخل في النادي الاهلي لو اتعاد 100 مره بالظبط مش هيدخل بالزبط. يعني لو اتعاد 100 مره، ولكن ما بنحملش حد، ما بنحملش حد في المباراه. ولا انا شايف ان اللقاء كان قوي جدا، عجبني تنظيم قوي في الخصم، ونادي الاهلي قدر يتعامل مع المباراه بشكل لائق. وبقول للنادي الاهلي مبروك، ومبروك عليكم لعيبه النادي الاهلي، افرحوا بلعبتكم، تيم محترم وجهاز فني محترم، اللياقه البدنيه في النادي الاهلي هايله، الباور ما شاء الله. فدي حاجات كلها ايجابيه بنتكلم فيها، مش بنتكلم في ان هي بطوله وديه او مش وديه. لسه هنتكلم، نطلع ناخد ابو مسلم ولا مش عايز؟ ابو مسلم متاخر. طب ايه؟ لا لازم ناخده، ده نسيبه ازاي؟ طيب نطلع فاصل عشان ناخد نجم النادي الاهلي احمد ابو مسلم، فاصل سريع استنونا. مشوار مليان اساطير،
تغيب على نادي عظيم وكبير، بطولات انجازات مشوار مليان اساطير، جماهير بتغيب على نادي عظيم وكبير. اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي النجم، نجم الاهلي ومنتخب مصر، يعني النجم احمد ابو مسلم. اهلا بيك. جه متاخر ليه الاول؟ هنعمل ايه بس يا ميدو الطريق؟ طب اهلا بيك بقى. اهلا بيك وسلام عليك طبعا، وسلام على كابتن رضا شحاته، وبقول لجماهير النادي الاهلي كلها امبارح على الماتش الجميل مبروك، وان شاء الله في مزيد من التقدم ان شاء الله. انا شايفك خسيت ولا تخنت؟ لا خسيت والله. اه انت خس رضا ولا بتكذب؟ لا الفضل في خسينا. هو عادي ماشي. يعني قول لي برضو، يعني بدات مع رضا بماتش امبارح والحاجات اللي طلعنا بيها من الماتش ده، وفرحه كانت غير الفرحه، شفتها ازاي؟ والله ميدو انت عارف المتوشه بتاعت النادي الاهلي كمان، المكسب اللي في اخر دقيقه اللي هي في الدقيقه 92 او 94 من اللقاء بيبقى ليها طعم خاص، حتى بغض النظر عن اللي كانت البطوله طبعا يعني ملهاش مع عامل مؤثر قوي جدا زي البطوله الافريقيه النادي الاهلي داخل فيها او بطوله الدوري، يعني مش بطوله قويه جدا. فالفتره اللي فاتت كان في كلام كتير على اللعيبه ملهاش تواجد واللعيبه يبقى لها تواجد، فشاف البطوله دي بترجع ناس كتير جدا للنادي الاهلي يبقى لها تواجد موجوده، فشاف امبارح بروفا كان قويه جدا، مكسب كبير رجوع عمرو بركات للنادي الاهلي بعد ما كنا شايفين الفتره اللي فاتت كان في نشاط اللي يكون ملوش تواجد. مكسب كبير رجوع عماد متعب امبارح، عامل اسيست جامد، وعماد متعب في كل المناسبات لو جينا نتكلم ميدو بكل تواجد. عماد متعب من اللعيبه اللي من احسن لعيبه في مصر بتتحرك جوه 18. يعني متعب حتى لو الكره ما بيروحش على الجون بياخد معاه اثنين مدافعين، يعني انت بص على الاسيست دوت لحتى مهما يكون بعيد عماد متعب، بص الكره توقفها بكعبه ازاي لتحت، يعني الرؤيه لتحت الراجل اللي جاي من تحت دي بتبقى نادره من اللي في راسات حربه بتبقى موجوده في مصر. يعني من الناس المميزه جدا عماد متعب في الحته ديت. عندك عمرو مرعي اللي كان موجود هنا في مصر برضك راس حربه من النوعيه دي خاصه طبعا. فشايف البطوله ديت هتطلع لنا طبعا لعيبه كتير مميزه الفتره دي ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه، هي كلها تواجد طبعا. فكمان انت قلت يا ميدو تاني حاجه مهمه جدا، ان انت الماتش امبارح كانت فرحه كبيره جدا
الناس كان يعني صعب النادي الاهلي يكون يخش اي بطوله وما يبقاش ليه تواجد. فرحه يعني فرحه تحس ان احنا يعني خدنا بطوله. يعني ايه كان سببها من وجهه نظرك؟ ما سببها اللي انت عايز الفتره فاتت كان فيه ان انت ما اديتش المستوى المطلوب، وده طبيعي اللي انت راجل بتريح لعيبه الاساسيه. الفتره فاتت كابتن حسام بيريح لعيبه الاساسيه اللي مالهاش، كان بتلعب الدوري العام فيها بيغير شويه بيدي فرص للناس تبقى موجوده، فانت صعب جدا النادي الاهلي يطلع من اي بطوله ما من غير ما ياخد اي حاجه يعني. فاكيد الدقيقه 90 دي كانت امل كلها، الناس كلها كانت مبسوطه يعني المكسب ده. تمام. يعني برضو قبل ما اروح لرضا، شايف لو كان حصل حاجه غير المكسب امبارح كان ايه هيبقى سلبيات هذا الخروج؟ والله يا ميدو هتبقى معنويا شويه، لان جينا نتكلم في الاول في لعيبه ممكن تتظلم في الموضوع. اكيد تقايم. اكيد انت عندك حكم عليها بسرعه، انت عارف ان احنا في ناس بتحكم بالقطعه يعني. لا اكيد اللعيبه معذوره ميدو اللي هي ما شاركتش الفتره اللي فاتت بصفه اساسيه. ما جينا نتكلم على لعيبه مكاسب البطوله دي تبقى كبيره جدا يعني. عندك مثلا باسم علي برضك لعيب شارك بمستوى كويس. حسين السيد ما كانش بيشارك كتير. عمرو بركات نزل امبارح. صلع جمعه نفس على نفس المستوى، فعندك مميزات كتير. عماد متعب رجع نفس رجع تاني يخش تاني. حسام غالي لو جينا نتكلم على حسام غالي لازم هنتكلم كتير جدا. حسام غالي من اللعيبه هنتكلم على اللعيبه لعيبه من اللعيبه المميزين جدا يعني. اكيد يعني رضا، انت وانت بتتفرج على المباراه توقعت الاهلي هيرجع بعد الهدف؟ هي بس كانت النقطه السلبيه في اللقاء. انا بقلق قوي من الاهداف اللي بتيجي في النادي الاهلي سهله. الهدف دايما لما بيبقى سهل بيدي احساس للعيبه ان المباراه هربت يعني. انت عارف لو الهدف ده كان فيه شغل او هدف صعب ان هو يدخل كان يبقى مفيش مشكله، انما اللعيب دايما في الملعب عارف لما بيدخل في جون سهل فبتحس ان المباراه خلاص عقربت زي ما بيقولوا. ولكن بعدها بدقيقه على طول حسيت لا، النادي الاهلي مصر والوقت لسه بدري ومش مستعجلين. انا بقول لك حتى لما جبنا جون التعادل مستني دقيقه 90 يعني، بينا كلنا بنستنى دقيقه 90 حاسين ان هي جايه. كره صالح اللي قطعها في ال 18 في الدقيقه 88 ده اكدت لي ان احنا هنجيب جون. كلنا قلنا كده. تخيل تخيل والله قلنا الكره يعني دي يعني طلعت بره، لو الاهلي بره كانت الكره دي جت بالظبط. فسبحان الله انا قلت اول ما الكره دي حصل كده قلت لا الاهلي هيكسب المباراه دي بالظبط. اللقاء الاهلي طول الوقت في تلت ملعب الاخير بتاع نصر حسين داي طول الوقت هم منظمين قوي وبيطلعوا عارفين بيطلعوا ازاي. ولكن اصرار الاهلي دايما بص مثلا الكره 2 4 6 8 لعيبه او 9 لعيبه من النادي الاهلي في تلت ملعب الهجومي بتاع الخصم، فده اللي مد الضغط. ورغم ان احنا هم برضو نفس الصفات او السمات اللي بيعملوها دايما لعيبه كتير بتقع وقت كتير قوي بيضيع عارف. لما انت بتبقى بتجمع وتبقى تقف على رجليك فجاه تلاقي الفرقه كلها عامله لك مشكله وتهمدك. بس الحمد لله الامور كانت ماشيه في صالح النادي الاهلي. حلو قوي من الشناوي هطلعها حلو قوي. دي كانت تطلع زي الاولانيه، ولكن الهدف اللي دخل هو رجله خد خطوه في اتجاه العكسي فما قدرش يرد بشكل كويس وما قدرش يطلعه. لو احسب له كمان السبات بتاعه ابو مسلم بعد الخطا اللي اخطاه في الهدف، انا عارف الشناوي من النوع اللي بيقلب نفسه قوي، يحسب له السبات اللي وقف بيه بعد كده، السبات شال اكتر من كوره صعبه بعد الهدف اللي دخل فيه. ميدو احنا عايزين نتكلم حراس المرمى في المركز الوحيد الصعب جدا في مصر اللي لازم تلعب باستمرار يعني. كان جاي فتره شريف كان ممكن يبقى في مشاكل، ما كانش بصفه اساسيه، فدلوقتي شريف مستواه ما شاء الله شايف ازاي. نفس الموضوع ده بينطبق على حراس مرمى كتير لو كان في نادي الزمالك جنش او الشناوي يعني نفس الكلام. الراجل بقاله كتير ما بيلعبش، الفتره في ماتش امبارح اول ماتش كان بيلعب احمد عادل كان بيقول لي تواجد برضك. فانت شايف امبارح نوعا ما ماتش صعب جدا، مش عايزين نظلمه، ماتش صعب جدا وماتش ماتش مصيري كان لازم نكسب امبارح، فالضغط كان عليه جامد جدا. وكان في نقطه يا ميدو طبعا احنا مش واخدين بالنا منها، عندك التواجد الجماهيري امبارح كان كبير. فاللعيب بقى لنا كتير من الناس ما بتلعبش، واول مره احمد يعني احمد الشناوي ليه تواجد في جماهير كتير في النادي الاهلي، اول مره يلعب في قدام جماهير يعني ما لعبش كتير قدام 90 مليون ولا 80 مليون ولا 70 مليون يعني. فالماتش كان صعب جدا بالنسبه له. تاني حاجه يا ميدو لازم نتكلم فيها، اللي الفرقه دي بتعمل هجوم مرتده من احسن الفرق اللي بتعملها بالظبط يعني. عندك شمال افريقيا بيتميزوا بيها جدا، بالذات حلوه قوي. طبعا انا الفرقه دي لعبت ماتش بالذات برضك يعني حسين ضايف في البطوله كنا بنلعب كنا مشاركين فيها قبل كده. الفرقه شمال افريقيا عندها الهجمه المرتده والسرعه غير عاديه يعني، ممكن خطوتين تلاقيه في قدام المرمى بتاعك. فشايف الفرقه امبارح من فرقه مميزه، بس هي طبعا اكيد النادي الاهلي كان عنده عنصر اللياقه ما شاء الله عالي جدا، فهم اهلكوا شويه استهلكوا شويه. انت انا عشان اكد على كلام ابو مسلم رضا، اول ما بقطع الكره الحاله الارتداد من الحاله الدفاعيه الحاله الهجوميه كانوا بيعملوها بسرعه جدا وبكثافه عاديه كمان يعني. شفنا
في الاخر كمان في اخر الماتش بتشوف اربعه رايحين خمسه رايحين. ما هي دي الجزئيه اللي احنا اختلفنا فيها من وقت لما كنت بطلع بتكلم على منتخب مصر. بنعمل الحته الدفاعيه بس ملناش شكل هجومي او ملناش سيستم هجومي. هم بقى لا، هم بص هنا الفرقه دي بتطلع ازاي بشكل هجومي؟ لما الكوره بيقطعوا الكوره بيطلعوا بشكل مختلف، وبص المسافات قريبه جدا. يعني كل اللعيبه مسافات قريبه. فهي دي، هي دي النقطه اللي انت بتتكلم، هم واقفين صح. عشان ده بياخد بقى جهد ذهني منك عالي قوي، فمحتاج ان انت طول الوقت تقعد تفكر ازاي تحل ده بالكرات القصيره، بالسرعات الصغيره، الحاجات القصيره اللي احنا بنتكلم عليها ان هي مهمه جدا للاعيب الكوره. والهدف اللي دخل كده. واللي ضربه الجزاء برده نفس القصه. اللي هو اللاعب القصير وصالح انا مميز جدا الفتره دي بصراحه، وهايل وماشي كويس. اكرم برده كان عامل مباراه كويسه جدا. بتكلم ان الكوره الباص اللي جه منه الهدف مش عايزين نحمله له، لان هو وارد الكوره بتحصل تطول شويه. بتعلم. هو بيتعلم. هو كويس ان هو حاسس ان هو غلط، فده مأثر فيه، فده حاجه كويسه لينا يعني. حلوه كويسه ليه ان هو يقدر يستوعب ده بعد كده، عشان الغلطات بعد كده. لان المشكله دلوقتي حتى في الكوره في مصر، ان احنا عندنا برضو ثقافه ان اللعب العرضي ده غلط اصلا. ما ينفعش اللعيب يلعب بالعرض. دايما خلي اللعب دايما امامي، يعني خليه دايما كتري امامي. يبقى انت حتى عندك فرصه ان انت تلحق ترد وتلحق تلعب على الكوره تاني. انما دايما الباص العرضي بيعمل لك ازمه، بيضرب خط كامل. والكوره دي كانت باص عرضي. فهي اللي عملت الازمه. الكوره دي لو بتتلعب في اتجاه امامي كتري امامي هتلاقي الموضوع مختلف. وتلحق تعمل، هو نفسه يقدر يلحق تاني. بالظبط. انما دايما الكوره الحاجات اللي بالعرض دي فيها مشكله. فدايما لعيب الكوره بتعلم لعيب الكوره ان هو دايما اللعب يبقى لقدام، عشان يبقى انت حتى عندك فرصه ان انت تعوض. هو الباص العرضي مطلوب برضه يا رضا، يعني مطلوب بس لما يكون في امان قوي. يعني برشلونه ملوك الباص العرضي، يعني بيقعدوا يزهقوا الفرق في التلت اللي هو فين بقى؟ في التلت الامامي. في التلت ولا مش في التلت الدفاع؟ لا في التلت الدفاع. في التلت الدفاع هتلاقي دايما اللعيب اللي بيعمل باص دايما بيعمله لقدام شويه، مش بيعمله كتر. لا انا اختلف معاك بقى، انا راهنك على اللي انت عايزه. احضرنا ومسلم. انا بس بتكلم على نقطه هنا في الفرقه ديت، اللي عشان نعرف الفرقه منظمه ازاي. لو يقدر يعد لنا اللقطه اللي فاتت، هنتكلم عن التمركز الدفاعي بتاع الفرقه دي ازاي. يعني الفرقه بنتكلم على حسين ضاي، شوف التمركز الكره اللي هي قبل ديت تبقى عامله ازاي، اللي هي شوف هيقفوا ازاي، البوزيشن بتاعهم واقفين ازاي. دي قصدك على دي؟ لا من اول بقى خالص، اللي هي من اول ما راحت منك خالص الاولانيه، غير دي اللي هي الاولانيه. هتلاقي مثلا اللي هي الهجمه المرتده اللي هي جت الشطه في الاخر. بص التمركز بتاعهم ازاي. بص الكثافه في نص الملعب ازاي. بص الراجل ده زي ما قال رضا، وانت قلت برده فرقه منظمه. بص الترحيل. بص بريس ما بيسكتوش يعني. بص هيقطعوا الكره هيعملوا لو منظمين كمان. هي دي بس يعني لا فرقه منظمه، لا فرقه منظمه، فرقه محترمه. وتاني حاجه يعني عندهم سرعات قويه جدا. قول لي الروتيشن اللي عمله كابتن حسام بدري مع اللعيبه ابو مسلم، يعني شايف ان هو روتيشن كان صحي قوي؟ احنا شفناه في الاخر صحي قوي. كان في ناس بتنتقد الموضوع، لكن احنا كنا دايما احنا في بدايه الانترو بتاعي قلت احنا بندعم الاهلي على طول، مش هننتقد غير لما يكون الدنيا صعبه جدا هنبدا ننتقد. لكن هو الكابتن حسام عمل روتيشن، اللعيبه الجديده بتبقى صعبه قوي ان هي تدخل، وطبعا احنا كلنا مرينا بالتجارب دي. صعبه قوي انت تحط رجلك في الملعب وتاخد مكان اساسي غير لما تكون انت يعني بقى اللي هو السوبر ستار. فالموضوع بيبقى صعب على اللعيب ان هو يدخل او يتداخل في فريق الاهلي في الاول. هو صعب على اللعيب وصعب على المدرب كمان. انت عندك كابتن حسام مثلا رايح عبد الله السعيد، حسام عاشور نفس الكلام، مؤمن زكريا، فلعيبه كتير مميزه رايحهم. كان الفتره ديت ما يقدرش يخليهم الموسم الثاني يعني. هيخش ازاي اللعيبه دي مش هتريح؟ هتقع منه يعني. هتقع منه فطبيعي. وتاني حاجه ميدو، هو دخل اللعيبه ديت يعني دخلت في ظروف برضه. خلينا نتكلم على البطوله هو بيريح، مش مطلوب منه يعني مثلا البطوله العربيه. الراجل بيقدر يجرب يعني. ما شفنا اسلام محارب ظهر مستوى مميز جدا. عمرو بركات قدر ياخد، فهو بيدخل لعيبه واحده واحده يعني. فهو دلوقتي كمان احنا جايبين كلها شهر هيخش بطوله افريقيا، فالراجل مطالب من اللعيبه دي لازم كلها تواجد، فلازم يجربها في منتوشه زي دي عشان يعمل يعني تجانس مع اللعيبه بتاعت النادي الاهلي القديمه. فانا شايف كابتن حسام استغلها كويس. ووجود امبارح كابتن حسام ميدو برضك لازم تحط تحتها 1000 خط. كابتن حسام بدري وجوده امبارح في الملعب شكل تاني، مع يعني مع احترام طبعا الكابتن احمد ايوب من المدربين المميزين، بس اللعيبه طبعا انت عارف اللعيب المصري الثقافه بتاعته. لازم نشوف المدير الفني، لازم نشوف المدير الفني. الشخصيه لازم بتفرق شويه، بيكون عنده حماس اكتر شويه. يعني برضه في نفس النقطه رضا، نقطه اللعيب اللي احنا بنجيبه او اللي كابتن حسام بيجيبه وبهدى عليه شويه، لانه عارف مش عايز يحرقه، عايز يجهزه، عايز ينزله زي ما هو عايز ينزله، عايز يشوفه زي ما هو عايز يشوفه، عايز يشوفه طبقا للي هو عايزه في النادي الاهلي مش في النادي اللي شافه فيه. ده حق اصيل للكابتن حسام البدري ان هو صاحب القرار، بس احنا بنختلف في جزئيه ثانيه. انا بختلف في جزئيه بس، ان انا لما بجيب لعيب في بدايه الموسم
غير لما بجيب لعيب في شهر واحد. بالظبط. انا ده رايي ان انت في بدايه الموسم ده بيبقى معاك اعداد انما انت في شهر واحد انت بتجيب لعيب عشان عندك مشكله في مكان ما، فانت بتجيب لعيب عشان تسد بالمكان ده. حلو الكلام. فلما انت بتجيب لعيب في شهر واحد وما لقوش بيلعب، طب انت جايبه ليه؟ هي دي الفكره، هي دي نقطه الخلاف بس. انما طبيعي حقك حق اصيل ليك في الاول وفي الاخر، بس احنا بنتكلم في ان انا بجيب لعيب في شهر واحد ده بجيبه علشان انا ناقص عندي مشكله او عندي مشكله في الملعب، فانت بتحلها. فانت بمعنى ان انت بتجيبه شهر واحد ما بتحلش بيه المشكله، ما كانش امال جايبينه ليه؟ انت جايبه للسنه اللي بعدها، نستنى في بدايه السيزون. هي دي الفكره بس، ان انا بتكلم في فرق بين شهر واحد وفي فرق بين نهايه الموسم. ده رايي. حلو. ابو مسلم، يعني في بدايه البطوله قلنا البطوله مش في وقتها والنادي الاهلي عايز راحه ومش عارف ايه، دلوقتي احنا ادركنا اهميه البطوله دي، اهميتها في ان احنا يعني جهزنا لعيبه، او انت شايف اهميتها؟ انت قول لي شايف اهميتها او شايف سلبياتها كمان لو عندك سلبيات. لا، هي اللي هي البطوله يعني نقول ميزه وعيب في وقت واحد. هي الميزه اللي انت تقدر ترجع لعيبه ما كانش ليها مشاركه بصفه اساسيه، بتخش تاني بتدخلها تاني فورمه المباريات، بتقدر تخش معاك في الشكل العام للفرقه. لو جينا نتكلم في العيب، اللعيبه اللي هي مشاركه بصفه اساسيه على طول الموسم لازم تريح، لازم تاخد جزء من الراحه، وكابتن حسام عمل كده مع عبد الله او حسام او عبد، يعني بالظبط يبقى كده مفيش عيب كده. انا يعني بتكلم لو انت بقى عيب، لو انت هتلعبه تلاشى العيب. طبعا ده لازم، انت لعيب اي لعيب كوره ميدو لازم يريح. لازم على الاقل حتى لما كنا احنا بره في اوروبا لازم يقول لك على الاقل 20 يوم 30 يوم انت راحه سلبيه. بس السلبيه خالص بيديك برنامج بتشتغل عليه، اللي هو لو تنزل بسين بتقدر تعمل تجري تبعد عن جو الكوره خالص، بس لازم يكون ليك تواجد، يعني لازم تعمل سبورت في اي حاجه. تمام. فانا شايف جاهزه لعيبه كبيره جدا، يعني لعيب مثلا راس حربه اللي كابتن اللي جاب المغربي ازار يا لعيب راس حربه محترم جدا، عنده السرعه، بيمتلك السرعه والقوه ومحطه ومله الكوره. وتاني حاجه انت الميزه الناس برجاله واسع وسريع، يعني بيقدر يقف على الكوره كويس، وقلبه ميت وبيخش في كوره يعني لعيب محترم. يعني انا بتكلم راس حربه محترم، يعني ما يرجع عبد الله السعيد معاه كمان هيبقى شكل مختلف. عبد الله السعيد هيقدر يلعبه اكتر، صلاح جمعه هيقدر يلعب اكتر بكل ما التجانس. احنا شايفين الحاله العامه ليه مميز جدا. مثلا اسلام محارب ابتدى يخش النادي الاهلي، ابتدى يخش في فورمه المباريات، باسم علي برضك مكسب كبير. فدي كلها مميزات، لو ما كانش البطوله دي موجوده ميدو كان الدنيا هتختلف. مش تقدر تشوف اللعيبه دي، ما تقدرش تنزل حد زي ده كده في افريقيا، هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لهم. اكيد. عندك انا عايز اتعلق على المنظر ده. بص الدقيقه 83 وبص الفرقه نصر حسين ضايق كام لعيب؟ 10 لعيبه واقفين في ال 18. بالظبط. يعني بص انت هم اللياقه البدنيه برضه عاليه جدا، حوالي بص الكوره في الهجمه دي مش ممكن. يعني اللياقه البدنيه عاليه جدا، منظمين جدا، ما عندهمش. بص اول الكوره بتروح على طرف، هم بيبداوا ينظموا تاني، يضغطوا. بص كام واحد جوه 18؟ بص كام واحد جوه 3 6؟ خلي بالك ان انت بتتكلم في ده بقى، ده جهد ذهني بقى على النادي الاهلي كمان، غير الجري اللي احنا بنتكلم فيه. فان انت تقدر تكسب المباراه، لا ده حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي، وبشكر اللعيبه كلها ان هي قدرت تفوز بالمباراه دي، بعيدا عن الحته الوديه او مباراه رسميه او مش رسميه. احنا بنتكلم في حته الروح اللي احنا اصلا بنتعاهدها دايما في لعيبه النادي الاهلي، واللي بيتميز سوري واللي بيتميز النادي الاهلي دايما. طب خد ميه. يعني برضو ابو مسلم، شايف ان اللعيبه دخلت في وقتها؟ شايف ان في لعيب كان المفروض يدخل بدري شويه؟ شايف ان المفروض لعيب يتاخر شويه؟ لا، هو كابتن حسام هو طبعا اضرب اللعيبه الموجوده، وهو ليه رؤيه فنيه اللي بيقدر يحط اللعيبه في الوقت امتى. بس انا كان نفسي ميدو اللي يكون متى بيكون ليه زياده شويه، يعني متى كان ممكن ياخد متسع من الوقت شويه، عشان بقاله كتير ما كانش ليه تواجد. فانا شايف لو كان واخد اكتر شويه كان هيبقى الدنيا هتختلف شويه كتير. متى لعيب كبير، لعيب مميز، دخول اسامه عماد متى اسمه بس لوحده في الملعب بتاخد مثلا 2 سيدباكات 3 سيدباكات، بياخدوا معاك التشتيت بتاعهم، بتقدر تفضي من الناس اللي تحت. فالوحيد اللي كنت شايف اللي كان لازم ليه تواجد عماد متى من بدري. عماد طبعا. رضا، انا عايز اعلق على الكوره دي اللي قبلها. انا جايب معانا، احنا جايبين معانا اللي في الدقيقه 90. لا، انا بعلق على حاجات مهمه جدا والله. طب هات الكوره اللي قبلها اللي في الدقيقه 90، هجمه مرتده 4 لعيبه من نصر حسين ضيع النادي الاهلي. هي دي. يعني بص كام لعيب بيهاجم. هي دي. في اي فرقه هتلاقي لعيب واحد ورايح واحد هجمه فرديه لوحده. عندهم حاله مش طبيعيه. هنا في كام لعيب؟ الحاله الهجوميه دي 9 لعيبه و4 في 18 دلوقتي. بالظبط. في الدقيقه 90. بالظبط.
فالفرقه محترمه جدا على فكره. شمال افريقيا كله كده يعني، كل تونس المغرب الجزائر بيتميزوا عندنا، والفتره اللي دي اللي احنا موجودين فيها في مصر بنقدر نتميز كمان، اللي انت عندك واحد زي محمد صلاح في منتخب مصر بيقدر ياخدك في الحته الهجوميه دي اسرع كده عشان عنده يقاوم السرعه، عنده السرعه عاليه جدا فبيقدر ينقلك محطه مع منتخب مصر. عشان كده وليد ازارو احنا قلنا عليه مهم جدا، لانه برضه هينقلك هينقلك بسرعته، هينقلك بتحركاته، لعيب مميز قوي في التحركات. بص يعني عندك كمان حمودي كمان في حته الميدي لما يجهز شويه كمان هتلاقي الموضوع مختلف تماما. يعني حاجه جميله جدا يعني. خلي بالك لسه، بس الاندماج كمان خلي بالك مع الوقت كمان هيعلى. هو لسه ما دخلش في الفرقه وما يعرفش حسام غالب يعمل بص ايه. بص اصراره يعني حاجه ان شاء الله مكسب النادي الاهلي. مكسب كبير يعني، كان في اصرار مش طبيعي بصراحه. يعني الحاجات دي كلها بتفرق مع الوقت والاندماج، يبدا يعرف صلاح اصلا بيلعب السرور بطريقه ايه، بيحب يلعبه بطريقه ازاي، طب هو لما بيبقى في الموقف ده بيلعب ازاي. يعني دايما الاندماج هنا بنتكلم عليه في ايه؟ انا عندي صالح جمعه، طريقه صالح هو بيحب مثلا لما بيبقى في النقطه دي بيلعب الكوره بطريقه معينه، انا كراس حربه ببدا اقف على طريقه لعب صالح غير طريقه لعب عبد الله. فهي دي اللي ده الحاجات الصغيره اللي بين اللعيبه وبين بعضها بقى اللي نقدر نتكلم على حته الاندماج. انا شايف نظره مع الوقت مع الاندماج الموضوع هيبقى مختلف. تمام. محارب اضافه قويه جدا للنادي الاهلي عمرو، انا مبسوط جدا ان هو بدا الحمد لله يدخل ويبقى شكله كويس برده في عمرو بركات. اتمنى لهم يعني التوفيق الفتره اللي جايه كمان مع النادي الاهلي. هو ده السؤال بتاعي، اللي هو يعني اللعيبه دخلت في ميعادها في توقيتاتها، عشان كده ربنا كرمهم، عشان كده كمان ربنا، ما هو ربنا كمان كابتن حسام بدري لما ينزل تغييره زي عمرو بركات ويجيب له جول يعني كده هو فعلا منزله في التوقيت الصح. عمرو بركات نزل في التوقيت الصح، جاب جول في التوقيت الصح، كان ممكن قبل كده ممكن ينزله ويبقى يعني. ما احنا خلينا نتكلم على الجنب التاني بقى. لو اللقاء ما طلعش 2-1 بالظبط، ما ده اللي انا سالته كنا رايحين يعني، عارف كابتن حسام كان هيبقى طبعا ايه التغييرات دي وازاي نزلت ده وازاي تسحب ده يعني هو هي دي كوره في مصر. محدش بيفكر من الموضوع من الجنب المدير الفني او هو كابتن حسام. خلاص انا واحد واحد هبقى بره البطوله، فهبدا اجازف وابدا العب. فلما بيكسب بيبقى تغيير عالمي. لو لا قدر الله نتيجه عكسيه لا ده تغيير، ده سلبي. بس هو يعني خلينا ماشي، خلينا يعني اروح لك ابو مسلم. الموضوع كان كله حلو، حتى لو كنا طلعنا 1-1 لا كان التغييرات كانش حد صح جدا. الكابتن حسام عمل الصح قوي ان هو خلاص ما فيش قدامه حلول، هطلع حسين سيد وانزل مهاجم دايما بدعم الحته الهجوميه الحته اللي فوق. كان في استحواذ وكان في كوره وكان في اصرار وكان في روح، فاعتقد ان كان حتى الخروج كان هيبقى سلبياته او الناس هتتكلم مش هتبقى زي ما يكون الاهلي لاعب ماتش مش حلو قوي زي امبارح. احنا لو جينا نتكلم على اداء امبارح الناس كلها مبسوطه من اداء النادي الاهلي امبارح. اداء مميز، اللعيبه كلها تعبت ادت اللي عليها امبارح الماتش بغض النظر عن النتيجه. الحمد لله ربنا طبعا كافئ اللعيبه عشان طبعا الحظ بيجي لما مجتهد على طول. الناس اجتهدت امبارح، الناس كلها اشتغلت من اول دقيقه في اللقاء وانت ضغط الفرقه الثانيه بريس في نص ملعبها، فالحمد لله ربنا كرمك امبارح. لو جينا نتكلم في نقطه محدش يعني بص محدش واخد باله منها كتير. كابتن حسام امبارح عمل تغييره قويه جدا اللي هو جازف في الاخر خالص لما طلع حسين السيد، طلع باك ليفت ونزل مين؟ رجع مين في حته الباك ليفت؟ اي حد يقول لك العمر بركات اللي يلعب فين؟ عشان اشول ممكن يلعب في الحته ناحيه الشمال. لا رجع اسلام محارب. اسلام محارب بس هو ما رجعوش، هو لعب بثلاثه واسلام بيرجع شكلا بس لما يكون الكوره بس في الهجمات المرتده كلها. لو جينا الكوره كلها كان اسلام محارب هو الواقف. لو اي حد ثاني هيقدر يقول لك عمرو بركات يلعب اشول بيلعب في الحته دي كويس. عمرو بيلعب برجل الاثنين على فكره، يعني اشول وبيلعب برجل اليمين والشمال. فهو استفاد، وعمرو لو حطه في نص الملعب عارف ان عمرو بيكمل كويس. ثاني حاجه لو الكوره طبت على نص الملعب هيقدر يشوط، عنده ميزه الشوط قويه جدا. فدي من تغييرات المدرب ما حدش بيشوفها كتير. يعني دي حاجه بيعملها ريسك بيقدر يشوف. في ناس ثانيه ممكن تقول لك لا هو ازاي لعب حد مكان حد. والناس طبعا انت عارف مصر النقاط كتير جدا ويفضلوا يتكلموا في حاجات، فدي من حاجه مميزه كابتن حسام عملها امبارح. تمام يعني تمام، كلام مميز جدا ابو مسلم. يعني رضا قول لي الجماهير بعد الهدف الاول، احنا عارفين جماهير الاهلي لكن دورها امبارح تحديدا دورها قوي جدا في النادي الاهلي. انا بقول لك من الدقيقه بنتكلم بقى من بعد الهدف التعادل بتاعنا والجمهور بدا يبقى متواجد بشكل يخضك. عارف هو بدا طبعا مع النادي الاهلي من بدايه التسخين، ولكن من الدقيقه من بعد الهدف النادي الاهلي ضربه الجزاء بتاع صالح جمعه وانا حاسس ان الجمهور اتحول بقى. عارف اللي هو خلاص احنا عايزين نكسب. لما جت الدقيقه 90 الموضوع عالي اكتر وبقى ازيد، واحنا انا شفت حاجات غريبه جدا كمان، ولاد صغيرين قوي واقفين ومشدودين وبيشجعوا، فدي حاجه عجبتني جدا. وازاي الناس عندها ايمان بالفرقه وعندهم
ما عندهمش شك ولا 1% النادي الاهلي هيكسب. وحتى في الدقيقه 90 باقي الست دقائق لا هنكسب في الدقيقه الثانيه او الدقيقه الثالثه. كل اللي كان بيتفرج من النادي الاهلي حتى من نادي الزمالك عنده يقين بنسبه 100% ان هتيجي دلوقتي. لا هو الانديه المنافسه هي اللي تبقى متوقنه ان الاهلي او جماهير الانديه المنافسه خلاص والله بقت معروفه هي متوقنه ان الاهلي هيجيب جون بعد الدقيقه 90. لكن احنا بنبقى يعني قلقانين برضو احنا جمهور الاهلي مش عارفين يعني قلقانين شويه. لكن الجماهير المنافسه هي اللي متاكده ومتوقنه ان الاهلي هيجيب جون بعد الدقيقه 90. ده احنا كنا انا كنت امبارح قاعد انا وبنتي عارفين اللي هيجي لنا جون في الدقيقه 90. انا كنت ما تخافيش ما تقلقيش هنكسب. فدي بقت ميزه يعني. يعني هو فعلا يعني حاجه جميله قوي طبعا. وعايز افخر بيها تفخر بيها. انت اللعيب كنت موجود في النادي ده وان انت بتشجع النادي ده حاجه بنفخر بيها كلنا. النادي الاهلي بنبقى سعيد ببقى سعيد جدا للنتائج والبطولات واي حد يعني أكيد. هتتمنى ايه تاني يعني أكيد. ان انت تشجع فريق كابتن حسام هيبقى عنده حيره شويه يا رضا بعد طبعا كده. جاهزيه اللعيبه ما شاء الله عنده حيره وعنده ازمه تانية خالص. عنده ازمه يعني ظاهره صحيه طبعا جميل. طبعا انا بقى مدير فني عندي في كل مكان ثلاثه اقوى من بعض. لما اجي اختار هو بقى هيبدا يركب مين يمشي مع مين مين يمشي مع مين مش الاحسن كمان يعني مين هيلعب باك رايت مين هيلعب مين قدام ومين هيلعب في نص الملعب. المثلثات اللي هتتعمل دي هتبقى الشكل اللي مين يناسب مين او مين يلعب يبقى جنب مين يديك الناتج الاعلى. فعنده حريه في القصه دي فدي حاجه كويسه جدا. هي المشكله كلها ان انت ما تقدرش تتعامل مع اللعيبه دي نفسيا. هي دي الازمه. دي الازمه ان انت لازم يبقى ليك دور بقى نفسي مع اللعيبه دي ان انت مش متواجد عشان في حاجات فنيه في الجزء الثاني فيبقى هو البديل او هو الاساس الفتره دي. دي مهمه جدا بالنسبه للكابتن حسام. يعني الاحتكاكات العربيه مسلم البطوله العربيه فيها شفت انديه وشفت كوره عربيه شفت قوه الفرق شفتها ازاي؟ والله يعني ميدوز مفيده جيده لينا احنا هي نوع ما طبعا حديدة. نوع ما فيها ميزه كبيره جدا. فيها فرق مميزه جدا. الترجي مميز الفيصلي برضك فرق كويسه عندك فرق العهد طبعا في فرق مميزه طبعا في فرق مميزه جدا. حتى مريخ السوداني برضك كان عامل حاجه كويسه. نصر حسين ده فرق ونصر حسين ده فرق مميزه جدا. الفرق دي لو بتلعب يعني بتلعب الفرق دي لو غير النادي الاهلي اي حد ده بتنادي حد هتطلع اي حد بالظبط. يعني فرق عندها حماس لحد الدقيقه بتلعب وهم حتى كمان يعني هم لو في نقطه الفرقه دي اتعدلت امبارح حميد برضك نفس الكلام ما لهاش في الطموح بس هم عندهم ثقافه اللي هو ما يخسرش لازم ما يخسرش حتى لو اتعدلت ما اتعدلت مع النادي الاهلي انت هتطلع والنادي الاهلي هيطلع لا هو ما يخسرش. فالفرق مميزه طبعا البطوله قويه نوعا ما الادوار الاولانيه بس كان في عنصر ميدو لازم نتكلم فيه عنصر تحكيم لازم يكون اقوى من كده. لو جينا نتكلم فيه حاجات في جوان اتلغت كتير في حاجات اوفسايدات كتير ما لهاش فدي لازم نركز عليها شويه بس مشي. ايه ده في حكام مشي لازم يمشوا لازم يمشي حكام رجعوا في في جون جون اكيد يقول لك لا الكره اوفسايد ازاي ففي حاجات لازم يمشي طبعا وضربات جزاء وفيلم. شايف الاهلي حظوظه ايه يا رضا في المباراتين القادمتين ان شاء الله باعتبار ان احنا هنكسب ان شاء الله في قبل النهائي؟ ان شاء الله النادي الاهلي لو فضلنا ماشيين بريتم الروح اللي موجوده لا ان شاء الله يقدر يكسب البطوله. هتبقى صعبه طبعا برضو الفرق قويه جدا. الفكره ان بقى العائد المادي شايفه كويس جدا بالنسبه للفرق كلها بتبقى حاجات ايجابيه في بطوله قصيره. لما نيجي نحسب البطوله البطوله مش طويله بطوله قصيره فالعائد المادي كويس فيقدر يدعم فرقه فكله عايز يكسب البطوله. فهيبقى الموضوع مش سهل على النادي الاهلي ولكن شخصيات اللعيبه اللي موجوده والريتم اللي موجود في النادي الاهلي انا شايف انه يقدر يحقق البطوله. البطوله الميزه اللي في البطوله اهم من الجانب الرياضي بقى احنا بنتكلم فيه الجانب السياسي. اكيد اكيد بنتكلم في حته سياسيه. أكيد. ما بنصدق نعمل حاجات تجمعات كده يعني الترابط اللي احنا بنتكلم فيه. والحمد لله ان هي في مصر كمان يعني دي اهم حاجه ان احنا دايما احنا اللي بنجمع يا رب العرب ودايما كده يا رب في خير ان شاء الله يا رب دايما. برضه يا ابو مسلم نفس السؤال حظوظ الاهلي في الحصول على هذه البطوله؟ والله احنا مش عايزين نعمل برضك لود وضغط على الجهاز الفني وعلى اللعيبه. اهم حاجه احنا بس نجهز البدلاء بمستوى كويس. ثاني حاجه انت قلت برضك سؤال لميد والرضا صعب جدا الكابتن حسام يبقى عنده صعوبه جامده جدا في التشكيل والاختيارات اللعيبه بس دي منافسه شريفه اللي بنتكلم فيها. ثاني حاجه نفس الموقف ده بيفكرنا بموقف لما كنا موجودين في النادي الاهلي كان ايام مانويل جوزيه كان موجود اسلام وبركات واحمد فتحي كانت كان عنده الاختيارات بس كان جوزيه كان ذكي شويه.
يعني مثلا المطوشة بره في افريقيا بيقدر يلعب الادوات اللي هو تقدر تلعب تعمل له اللي هو اللي عايزه بالظبط. لما يجي في القاهره تلاقي مثلا 7-8 ما بيلعبوش او 6 ما بيلعبوش وناس ثانيه بتخش. فدي موجوده ميزه دلوقتي، عندك مثلا عبد الله، عندك مؤمن، عندك صالح، عندك احمد الشيخ لما يرجع. يعني عندك لعيبه مميزه كتير، عمرو بركات، عندك لعيبه مميزه جدا كتير جدا. خط الظهر سعد، محمد نجيب، رام ربيعه. فعندك مميزه جدا. فانا اتمنى طبعا البطوله ان شاء الله ما تطلعش زي ما النادي الاهلي بالمستوى ده، ان شاء الله نقدر ناخد البطوله باذن الله. فاتمنى لهم التوفيق يا رب يا رب. يعني عايزك برضو تقول لي اخر حاجه هتقولها لي نختم بيها ان شاء الله رضا. كلمنا عن حسام غالي وعماد متعب تحديدا الكباتن الكبار للنادي الاهلي ودورهم في هذه البطوله. طيب نتكلم، هنتكلم على الاثنين مع بعض، مش هفصل حسام عن الجانب المهاري والفني. هم دايما راكبين الكوره ودايما عاملين باور للعيبه ودايما عندهم الكوره سليمه. ده جانب مهم جدا فني. الجانب المعنوي والاهم بالنسبه لهم ان هم متربيين في النادي الاهلي في قطاع الناشئين ومروا بالنادي الاهلي، شاربين النادي الاهلي قوي، حاسين ان ده بيتهم، خايفين عليه قوي. فطول الوقت هم بيوصلوا اللعيبه ان احنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي ده حاجه مش قليله. فهم بيقدروا يوصلوها لان هم حاسينها، هم مش بيقولوها كلام. في فرق ان انت لعيب تقول كلام، وفي فرق ان انت توصل احساسك ومشاعرك. بالظبط بالظبط. فدي الحاجه الايجابيه فيهم ان هي بيوصلها من جواه، فبتقدر توصل لك. غير لما بقول لك كلام اشعار، ده موضوع مختلف. بالزبط. فالجانب ده مهم جدا، واللي يقدروا يعملوه دول هم الاثنين، ومعاهم شريف كرامه برضو. عندهم الحته دي ان احنا اولاد النادي واحنا النادي الاهلي، ما ينفعش الموضوع يعدي ان احنا نخسر بسهوله. بقى عندك ازمه لما تخسر في النادي الاهلي، فده اللي بيوصل، ده القيمه والاحاسيس دي بتوصل من اللعيبه الكبيره في النادي الاهلي. دي حقيقه، وده حاجه مهمه. دي حقيقه. نورتنا في وسطنا يا نجم حبيبي، ودايما بستمتع بيك حبيبي يا ميدو. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا مسلم، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا ميدو، ربنا يخليك. ربنا يخليك. ودايما اشوفكم ان شاء الله، مش على طول بقى. وقتنا خلص معاكم. يعني عايز اقول لكم ان الحاجه الجميله والحاجه الجديده والروح اللي شفتوها في لعيبه النادي الاهلي امبارح تحديدا، هو يعني بعد ربنا سبب وجود الجماهير الكتيره اللي هي كان مفتقدها النادي الاهلي، واللي ما حدش اتكلم فيها خالص، لكن انا اتكلمت فيها واتكلم فيها دايما. هو ده الحاجه الوحيده اللي بتطلع الحاجه اللي ما حدش يقدر يطلعها من لعيب الكوره، الجماهير ودعمهم. شرفتوني ونورتوني، ودايما تصبحوا على الف خير.